مطلقة ولا قاعدة بالبيت 13 سنة ما اشتغل. بس انت تدري تعتمدين على نفسك تحملين مصاريفك. كوزين انا عايشة بعالمين منفصلين، عالم يخصني وعالم يخص اهلي. دعوات اني ابتكر على نفسي. ايه منور، انا عشان كذي جيتك مو تقولين ان عندك بزنس؟ عندي، انا اشتغل في بورصة الكويت. هذا مكتبك. والله صراحة انا لي الشرف اني اكون معاكم. ان شاء الله باقوى فريق بالبورصة. هذا مكان الشاي والقهوة، لا تخلين ربعنا عطاشك. شاي؟ هل انت شنو عبالك جاية تسوين؟ تعقدين صفقات مع شركات؟ ملت هذا الحريم عندنا. انا ما اشوف ان في بنات غير نحني. شو البشر اللي اصابك؟ يا احنا يا ام زي شوي جزاع البعض مو احسن؟ اتفقنا كذي. احنا سوينا خطوتين، شو يصير ساعتها نربح من ورا خسارتها؟ في عملية تداول البنك بيشتغل عليها، واعتقد انه يبون نشذب. بس هذا موقف صعب، انت محتاجة الى شجاعة علشان تعززين موقفك. انا ادري ان الشغل مهم بس العائلة اهم. 500 سهم مبايل تلك واصل 1200. ابشر ان شاء الله تعطين 5500 سهم. انت شايفني واقفة هني من زمان؟ انا ما شفت احد. وكذي شفتني؟ يعني انت قاعد على من جنبه؟ احنا نحتاج بعض ولازم نكون قوة واحدة. انتهى عالمنا بغزو حواء. صورة التنمية والتقدم. مبروك علينا الشراكة.